السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا جماعة؟ عساكم بخير. مع اليوم شرح التحديات اليومية، راح نشرحها إن شاء الله بشكل سريع مختصر. أول شيء منك تنتفريش النسر، هو بالمكان هذا، بس خليك منتبه وحذر عشان لا يصير معاك نفس ما صار معي. يعني النسر كان وراي وما شفته، ولما شفته صار اللي صار. واخيرا مسكته. طبعا هو موجود بعدة اماكن، لكن غالبا فوق الجبال، وهذا المكان اللي حصلت فيه. وفي قنوات باليوتيوب تقول تحت ارمدلو فوق الكنيسة، اغلب الوقت عند الغروب، فاشوفه قريب منك بالمكان هذا فوق الكنيسة. واللي بعده يب منك 5 نبتات من النوع هذا. وهذا مكانهم. واللي بعدها يبي منك تنهي جيم واحد مود فيوتشرز سيريوس، طبعا عن طريق كويك جوين. وهذا فيوتشرز سيريوس. والتحدي اللي بعده يبيك تبيع 5 نبتات. طبعا افضل شيء تروح عند دكتور الفالنتاين او ساندينيس، وتبيع على اي نبتات، أي 5 نبتات. Well, that was quick. Sure, what you got? All right. Okay, I'll buy that. All right, I'll take it. Now that's a deal. والتحدي اللي بعده بيك تذبح لاعبين ب5 ثواني بمود فري روم ايفنت، اللي هي الدعوات الخاصة باللون بنفسجي اللي تجيك فوق. يبي منك تذبح لاعبين ب5 ثواني، يعني بأسرع وقت. فأحسن حال تحط متفجرات، تحذف عليها متفجرات أو طلقات متفجرة عشان تذبحهم بشكل سريع. واللي بعدها ستوري ميشن، هذه تنهي مهمة واحدة بس بستوري ميشن. وآخر تحدي يبيك تروح الأماكن اللي نبيع، وهذا مكان اللي نبيع. وبس خلصنا التحديات اليومية. أنصحكم تسوون، يعني سهلة وسريعة. أتمنى يكون الشرح بسيط وسهل. واللي عنده سؤال أو استفسار اكتب لي تحت، ويعطيكم العافية والسلام عليكم.